في مجتمع يتفكك اجتماعيا واقتصاديا بشكل متسارع، تعود ابتكارات النصب والاحتيال لتسطر قصة جديدة، بطلاها هذه المرة ابن 16 عاما وشقيقته ابنة 18 عاما، والهدف كان محال بسكنتاوي لبيع وشراء وتصنيع الذهب في منطقة جل الديب، ولم تسلم محال مجوهرات أخرى من المخطط. فماذا حصل؟ وما هي المادة المثيرة التي استخدمت في العملية؟ كان عشية، كنا شوي كنت معجوق هون، بفوت كذا ولد، يعني حسيتهم أولاد، نقى خاتم عطيني، عطيته إيه، قال لي ما معي أنا كاش أدفع لك، معي هيدا الخاتم بدي أبدله، في مجال تاخده مني؟ قلت له إيه. هلأ طلعت أنا فيه فحصته 750 هيك، بس ما إجا ببالي كولد بده عنده أي نية سيئة. هاي كان ب 25 الشهر، ب 29 الشهر شوف بنت كمان صغيرة، منا كبيرة، 17-18 سنة، بتفرجيني على أسوارة إذا بشتريها. طلعت فيها لقيتها 750، كارتيه، سيريال نمبر، كل شيء مزبوط. حكيتها بالحك تبع أنا عم حك على الحجر، حسيت في شيء مش مزبوط. هلا رجعت كمان لوهلي انه ما توقعت بهي الطريقه حيكون في شيء مش مزبوط، اخذت القطعه وحطيتها، قلت لها اوكي، دفعت حقها شيء 800 دولار تقريبا. بنزل على السوق بفحصها على الليزر بتطلع منها ذهب. طلعت هيك اكلت الضرب، قلت له معقول منها ذهب في سيريال نمبر؟ قال لي ايه، في مواد عم تنحط مع المعدن، الياج اوروبي، حتى على الحك ما عم يبين. هي شو هالماده يعني تقريبا؟ ما الوي، ما نحن بنخلط الذهب، بنخلطه تنقدر نعايله 750، بنخلطه نحط له الياج، حتى يعني فحصناه على الليزر بينت انه معدن، حتى المعدن ما عرفت شو هو تبع اللي عم يفحصها على الكمبيوتر، قال لي ما بعرف شو هو المعدن. اذا هي ماده جديده ماكنه تنضم الى عده النصب على تجار الذهب، ولكن كيف تم كشف المخطط؟ بسكنتاوي أخبرنا بأنه عاد ليعاين كاميرات المراقبة، وروى لسبوتشوت أنه اكتشف أن الشاب الذي نفذ العملية الأولى كان ينتظر شقيقته في مكان قريب، وسار وأيها بعد إتمام الأخيرة للجزء الثاني من العملية، مشيرا إلى أنه تبين أن الخطة نفذها في أكثر من متجر للمجوهرات، وقال أنه استطاع الحصول على رقمي وأسمي الشقيقين من شخص تعرف على صورهما، وتواصل بعدها مع الشاب ووالديه لاسترداد المبلغ الذي يقدر بألف دولار، واستطاع استعادته. بعد ما عرفنا تواصلنا مع الأهل، دقينا للأهل، أم صارت تعارض، لا مش معقولة، ما بيصير. فتنا على اسم، بعد ما جبنا الاسم فتنا على البيج، ترى هي عندها اكسسوارات بتبيع قصص، فبيجوا اللي بيتسوق معه بيتسوق، ما بيتسوق بتبيعوا ذهب، ما بعرف شو، مثل مافيا. انا ما خصني البي، انا تركي جوزي، ما بعرف توصلوا مع بيه، بدي اقول له للصبي نزال، بيقول لي جاي مع امي. بعد شوي بندق بنقول يلا جاي جاي مع امي، ناطرها تجي. بعد شوي بنعرف بيجي اخر شيء مع بيه. بعدين اكتشفت انه كمان في كذا محل، لانه عم دق له للبي بيقول لي اي محل، بعت لي اللوكيشن. كمان في جاري ذات الشيء اكل الضرب، عم ندق له بيقول لنا اي محل، بعت لنا اللوكيشن. بعد ما اجى المهم البي بيقول لي ما تصرخوا على الصبي، انا ما رح تعقدوا لي اياه. سبوت شوت علم ان القاصرين هما الشاب كاف ضاد وشقيقته كاف ماريا ضاد، واسم الام سميه، والاخيره عادت ومسحت صور الاكسسوارات التي تسوقها عبر السوشيال ميديا. ومنعا للتشهير، نضع هذه المعلومات أمام الأجهزة الأمنية والقضائية المهتمة بكشف ملابسات القضية وتحديد المواد المستخدمة، إلا أن هذه القضية يجب أن تكون صرخة اجتماعية تحذيرية للأهالي تحديدا، في وقت يطالب فيه أصحاب محال المجوهرات بأن تقوم الدولة بحماية هذا القطاع، وأقله تسهيل حصول أصحاب المؤسسات هذه على رخص سلاح. أنا هلأ أهم شيء قال أي قطعة تنبيع بدنا نشتريها، ناخذ تذكرته للشخص، عنوانه ورقم تليفونه، ومتسوي القطعة معه. للمفارقة علمنا أن الشاب خلال تنفيذ خطتها قالت أثناء تبادل أطراف الحديث مع أصحاب المحال أنها ترغب بالتخصص بدراسة كيفية تفكير المجرم، فهل قصدت بذلك تعلم الحيل الإجرامية أكثر، أم أن للقصة قطب مخفية ستتكشف لاحقا؟ شاركونا تعليقاتكم. We'll be right back.